عضو في الهيئة التدريسية الكويتية ذو عقلية إبداعية أدرج كتابه في مناهج دراسية خليجية. مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت تداولوا خبر إدراج كتاب من تأليف عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور محمد قاسم، وذلك ضمن المناهج الدراسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا للصف الثاني عشر من القسم العلمي. فبفخر واعتزاز المستخدمون تداولوا الخبر مقدمين التهاني والتبريكات للدكتور محمد قاسم، مشيدين بدوره البارز في مجال التعليم وعقليته الفذة. المغردون ممن قرأوا كتاب أشياء لن تستطيع تخيلها عبروا عن إعجابهم به، ذاكرين أنه كتاب قد حرك عقولهم وفضولهم. وللمزيد حول الموضوع تحدث الدكتور محمد قاسم عضو هيئة التدريس في الكويت عبر اتصال هاتفي، حيث أفاد بالتالي: كتبت كتاب أشياء لن تستطيع أن تتخيلها. في الحقيقة الكتاب عبارة عن مقالات علمية كتبتها على مدى سنوات وهي لعامة الناس، وعملت بودكاست صوتي. الهدف الأساسي كان لبودكاست صوتي على الإنترنت، وانتشر البودكاست وله متابعين بالمئات الآلاف من حول العالم العربي. والكتاب بعد ذلك أخذته دار نوفا ونشرته وحقق أيضا نجاح، وأنا سعيد بهذا الشيء وكنت محظوظ. أتت وزارة التربية بالإمارات، اتصلوا فيني في شهر 6 تقريبا، وممثلة طبعا هي بالأستاذة شريفة موسى، وكان الطلب هو أن يأخذون الكتاب ويطبعون منه حوالي 70,000 نسخة وتوزع على الصف الثاني عشر بالمدارس هناك بالإمارات. والهدف من هذا الشيء يعني طبعا هو راح يكون من ضمن المنهج، ليس لتدريسه بالصف كما أتصور أو كما فهمت منهم، إنما الهدف الأساسي من وجود كتاب مثل هذا وغيره من الكتب الأخرى اللي هم عندهم أن يدعون إلى ثقافة القراءة، يحفزون الطالب للقراءة ويغيرون من ثقافة المجتمع. فإذا الكتاب الهدف منه الأساسي هو تحفيز الطلاب على قراءة الكتب، وأنا سعيد جدا باختيار كتابي لأن كتابي علمي وهدفي هو نشر العلم في العالم العربي. شكرا لكم.